قهرت مشاعري واخترت الطريق الصعب. هكذا علمني أبي. وإنني لفخورة بك يا ولدي، لقد اخترت وقررت وضحيت بحبك لشمس. مولاي مرني بما تشاء يا مولاي، فأقود الجيش إلى أربيل لأؤدب هذا الصبي الصغير وأعيده إلى رشده. سبحان الله، ابن زين الدين رفيق كفاح أبي ينشق علي ويذهب إلى معسكر الأعداء. الداء ليس هنا أيها الطبيب، ابحث عنه في مكان آخر. الأميرة يا سيدي القائد في أحسن حال من الناحية الظاهرية التي أراها. صدقت أيها الطبيب، أصبحت نائب الحاكم في الموصل نفسها. أرجو الله أن تصبح أنت الحاكم نفسه. قيماس، لابد وأن تفأر لنا من الأمير يوسف. جاء الحق وذاق الباطل، جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول هنا وهناك يبول الذئب الأزرق يا سهر الأزرق.
إلى أعلى المناصب، وأصدر مرسوما بتعيينك نائبا لي في إمارة الموصل، ثم يهزمك هذا الأمير الصغير. لم يهزمني يا مولاي، ولكن لم يهزمك. وبماذا تسمي فرارك على رأس الجند أمام جند أربيل؟ إذا كنت لم تهزم يا قيماز، فلماذا لم تحضره إلي هنا مقيدا بالأغلال؟ مولاي، في إمكاني أن أعاود الهجوم على أربيل مرة أخرى. إن أربيل تعتبر ملكي وأحكم عليها قبضتي، ولكنك تعلم يا مولاي أن أهل أربيل تابعون للموصل، فإن نحن قتلنا فيهم وفي أهلهم فقد خسرت الموصل جيشا يمكن أن يقف في وجه صلاح الدين لا معه. إن أهل أربيل على خلاف مع الأمير يوسف كما أخبرنا بذلك رسلنا. إننا نريد أن نقتنص الأمير يوسف فقط، أما أهل أربيل فهم جندنا. أما إذا شاء مولاي غير ذلك فليأمرنا بمعاودة الهجوم وسنعمل فيهم القتل. لا أظن أن بإمكاننا معاودة الهجوم من جديد يا قيماز. لماذا يا مولاي؟ لقد طرأ تغيير كبير على الموقف، وأصبح في استطاعة يوسف الآن بعد أن انضم إلى صلاح الدين أن يستعديه علينا إذا ما هجمناه. لقد سبق السيف العذل يا قيماز، أضاعت منا أربيل. لا لا يا مولاي، لم تضع أربيل من العرش السنكي. لا، وسيرى مولاي كيف ستصير الأمور. تريد أيها الفارس؟ وجدت لو فككت عني هذا القيد. هل أنت هارب من السجن؟ جئتك لكي تفك عني هذا القيد، لا لكي تحقق معي.
إلى أين؟ هل ستمضي بين الناس في السوق هكذا؟ رجال الشرطة سوف يقبضون عليك بمجرد أن يروا هذا القيد الذي تزين به معصميك. سأعود من حيث جئت إلى الصحراء. يمكننا أن نتفق كلانا. أنت ترى أنني خالي الوفاض، لا أملك شيئا، فإن شئت فككت عني قيودي أو أمضي إلى حال سبيلي. هل هذا الجواد جوادك؟ أجل، الجواد مقابل فك قيودك. واحدة واحدة. وفي هذه الحالة سوف أتغاضى عن تبديل الشرطة. الجواد لك، اتفقنا. هيا. انطلق بجوادك أيها الفارس، لقد كنت أختبر كرمك وشهامتك. شكرا لك. في سلامة الله. ألف شكر. أصحابك السلامة أيها الفارس. أصحابك السلامة. هدوءا. قليلا من الهدوء من فضلك، إن أصواتكم توقظ الموت. تعلمون أيها القادة أن دورياتنا أبلغتنا بالأمس باستعدادات صلاح الدين للقدوم إلينا ومهاجمتنا هنا في حصن الكرم. أجل، مرحبا بصلاح الدين، فقد أعددنا له استقبالا يليق بمقام سلطان المسلمين. أيها القادة، احتفالاً بهذا اللقاء المرتقب، فقد أعددت لكم مفاجأة سعيدة. لويزا! 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 يبدو أن أحدهم قد أفشى السر. لويزا سوف تغني لكم حتى الصباح. لويزا لن تغني الليلة. لويزا لن تغني أبدا في هذا الحصن. هل هذا واضح؟ كريستينا، ماذا تقولين لهم السماء؟ أقول ما سمعته بالضبط يا سمو ولدي. لا. والآن ينتهي هذا الحصن، فإن لديكم جميعا عملا كثيرا غدا. وهكذا تجرأت علي وتصرفت هذا التصرف الشائب أمام كل الضباط في الحصن. أنت الذي دفعتني إلى ذلك، كان لابد أن أفعل هذا. كيف دفعتك إلى ذلك بحق السماء؟ كيف؟ هل هذا معقول؟ إن جميع من في هذا الحصن يحبون الاستماع إلى لويزا وهي تغني. لن تغني لويزا بعد الآن، وسوف ترى. لابد أنك قد فقدت عقلك يا كريستينا. ألا تعلمين أن سلطتي في هذا الحزب على الجميع؟ تقصد وعلي أنا أيضا؟ نعم، وعليك أنت أيضا يا كريستينا. لا
لابد من توقيع العقاب عليك. لا يا أرناط، لن أسمح لك بأن تفعل هذا. وهل بمقدورك أن تمنعيني يا زوجتي؟ أجل يا أرناط. كيف بحق السماء؟ سوف تعرف في الوقت المناسب، وساعتها سوف تعد بنان الندم. أنا فيها يا أرناط، وقتا كنت وصية على إمارة أنطاكيا، وتزوجتك رغم كل ما قيل عنك من أنك تريد أن تعلو على أكتافي. كريستينا! كريستينا! سوف أمضي الآن قبل أن تتطور الأمور بيننا إلى الأسوأ. مولاتي الأميرة كريستينا، آسف، يبدو أن سيدي ليس هنا. لقد مضى منذ لحظات. عفوا يا مولاتي، هل أطببك سموم؟ وهل يكف الأمير عن إثارة المتاعب؟ إنه على هذا الحال منذ عرفته. كان ضابطا صغيرا في الجيش يا مولاتي، هل تذكرين؟ وكيف لا أذكر؟ لم يكن وقتئذ على هذا الخلق الشرس. لقد أصبح الآن لا يطاق. لست أدري ما الذي حدث له. أتسمح لي مولاتي أن أتحدث بصراحة؟ تكلم يا فرانسوا، أنت دائما تقول ما تؤمن به. أشكر لمولاتي هذه الفكرة الطيبة عني، ولكن كنت على وشك أن تتحدث عنه بصراحة. الأمير أرناط لم يجد من يردعه. ماذا تقول يا فرانسوا؟ عفوا يا مولاتي. لا تكلم يا فرانسوا، تقول لم يجد من يرضاه، هل تفسر لذلك؟ سوف أفعل يا مولاتي. الأمير يعترض طريق القوافل الإسلامية بين دمشق والقاهرة، وتمر الحوادث دون رد فعل قوي، وهكذا يتمادى. هذا صحيح يا فرانسوا، هذا صحيح، ولكن صلاح الدين لابد وأنه يتحين الفرصة لضرب أرناط والفرنجة ضربة قاضية. ساعتها يفيق سيد القائد أرناط لنفسه. إنه يعتبر أن بينه وبين المسلمين ثأرا قديما. هل نسيت أن أرناط بقي محبوسا لديهم قرابة 16 عاما؟ هل ينسى أرناط ذلك؟ وها هي الأنباء تقول إن أربيلة قد انضمت لقوات صلاح الدين، ولذلك لابد أن نرتب أنفسنا على رفع حالة الاستعداد حسبما تشير الحرب. إن أرناط لا يحب المواجهة بقدر ما يجيد الأفعال الدنيئة. هل نسيت الصفات التي يصفونه بها؟ نموذج للفارس اللص، أقذر الفرنجة وأخبثها. كفى يا مولاتي، عفوا، لقد نسيت أنه القائد العام. لا، لم أنس ذلك، ولم أنس قصة زواجي به. لقد تزوجني ليعلو على أكتافي هذا الانتهازي، ثم بعد ذلك يعشق لويزا ويفضلها علي. إن من يعرف مولاتي لا يعادلها بنساء الأرض جميعا. إن أرناط يتطلع إلى تاج أورشليم. تاج أورشليم؟ لأنه دائما يتطلع إلى الاستيلاء على ما ليس له. الأمير
مجاهد الدين قيماس بالداخل يا سيدي. حمدا لله على سلامتك يا نائب الأمير. أهلا بك يا فخر الدين. كانت معركة خاسرة، هون عليك. أتعني ذلك الأمير الصغير يوسف؟ لقد هزماني ومرغ سمعتي في التراب، ولكنه لن يفلت من يدي. فتلك الأيام نداولها بين الناس. أمتعاطف أنت مع ذلك الأمير الصغير؟ لو كنت متعاطفا معه لما تركت أربيل وجئت إلى الموصل. هذا صحيح. يبدو هذا صحيحا حتى الآن على الأقل. أرجو أن أكون أهلا لثقتك يا سيدي. هكذا وصلنا إلى مربط الفرس كما يقولون. أصلي إلي أيها القائد. كلي آذان صاغية. لقد خطر لي خاطر يلح علي إلحاحا شديدا. علّه خير إن شاء الله. وهذا الخاطر يتعلق بك أنت. بي أنا؟ نعم بك أنت. أنت يا فخر الدين دون سائر البشر أجمعين. لقد شوقتني لمعرفتك. من حقك أن تعرفه بطبيعة الحال. قلت لنفسي القائد فخر الدين رجل يعرف واجبه تماما، فقد رفض الخدمة تحت لواء ذلك الأمير الصغير يوسف، وجاء إلى الموصل حبا وولاء للأمير هذه. هذا صحيح. قلت لنفسي ما دام الأمر كذلك فلما لا يتولى فخر الدين قيادة جيش الموصل بأسره. هذا شرف عظيم يا نائب الأمير. أنت تستحق ذلك. إنني لن أنسى ما حييت حسن قيادتك للجيش أثناء القتال عند تحرير الرها من احتلال الفرنج. كانت أيام الأمجاد يا سيدي. سنعيد تلك الأيام يا فخر الدين، سنعيدها. سأعرض على الأمير غازي اقتراحا بترقيتك وتوليتك قائدا لجيش الموصل. أشكر الدان سبيل على هذه المعلومات وأعطيها هذه الهدية وقل لها نحن دائما في انتظار أخبارها. بارك الله فيك يا سلطان المسلمين. صاحبتك السلامة. ماذا في الأمر؟ إن الدان سبيل تقول إن أرناط خرج على رأس قوة من رجاله ليوغل في صحراء العرب حتى تيماء الواقعة بين الأردن والمدينة المنورة. هل جن هذا الرجل؟ إن خطة أرناط هي أن يزحف من تيماء إلى المدينة ذاتها للاستيلاء على تلك الأماكن الشريفة. إنها لمصيبة. مستحيل، الأماكن المقدسة. يجب أن نسرع بالتصرف. اسمع، أرسل إلى فرع شاه ابن أخينا ونائبي على دمشق ليسرع بغزو الأردن. ونترك أرناط في غيه. إننا لو أسرعنا في غزو الأردن سيعود أرناط إلى إمارته للدفاع عنها، وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد، منعناه من تنفيذ خطته وهددنا إمارته. ثم اكتب إلى بولدوين ملك بيت المقدس هذه الرسالة: إننا نذكرك بالهدنة المعقودة بيننا، ونطلب منك أن تأمر بعزل أرناط. وإنا نأمرك يا أرناط برد المسلوبات والغنائم التي حصلت عليها، وإنا نلومك على فعلتك هذه، وعليك
أن تسرع برد كل ما استوليت عليه من أسرى المسلمين وأمواله إلى صلاح الدين. توقيع الملك بولدوين. لقد جن هذا الرجل. ما الذي يطلبه بولدوين؟ ألسنا في حالة حرب؟ إننا في الواقع في حالة هدنة سيد القائد. فهد! ليس من المعقول أن أسمع كلام هذا الملك المريض، ملك بيت المقدس. لا، لن أرد شيئا، لا من المسلمين ولا من أموالهم، وليركبوا على خيولهم. يا سيد القائد، يا سيد القائد، يا سيد القائد، ما الأخبار أيها القائد؟ لقد هاجمت القوات العربية الأردن، يحاولون قطع الطريق حتى يحولوا بيننا وبين العودة. إذن يحاولون قطع الطريق علينا من العودة. إذن أصدر الأوامر فورا بالتراجع إلى الأردن. هيا. أمر مولاي. هيا. وإننا قد عجزنا عن إلزام أرناطة باحترام الهدنة، ونحن نأسف لعدم إجابة الطلب. توقيع الملك بولدوين. معنى ذلك تأكيد سقوط ملكية بيت المقدس والخروج على طاعة الملك، والأهم من ذلك أنه يعني نشوب الحرب بيننا وبين الصليبيين. سيد القائد صلاح الدين، ماذا هناك؟ لقد قذفت أمواج البحر بعدة سفن مسيحية تحمل 2500 شخص كانوا في طريقهم إلى بيت المقدس. ثم ماذا؟ أكمل. غرق منهم من غرق، ووجد الباقون أنفسهم على شاطئ دمياط. كم يبلغ عددهم؟ قرابة 2000. وهل تحفظتم عليهم؟ طبعا يا مولاي. إذن فاحملوهم إلى السجن، ولن نطلق سراحهم إلا إذا أطلق أرناط سراح الأسرى المسلمين. أمر مولاي. وإذا رفض أرناط؟ في هذه الحالة سيحتفظ كل منا بأسراه، فأسراهم أضعاف أضعاف الأسرى المسلمين. لله ضر صلاح الدين، ما أشد إعجابي بهذا السلطان العادل الذي يعمل على جمع شمل المسلمين. هل يكتب مولاي الأمير رسالة إلى السلطان صلاح الدين؟ أجل يا ابن نافع، هات القرطاس والقلم واكتب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلطان المسلمين، ها نذا ألب النداء وأستعد للقدوم إليك. سلام عليك يا أبتاه، تركتنا ورحلت عنا، فقست علينا الأيام وانفرد بنا الأشرار،
وها نحن نقاسي من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان على مأدبة اللئام، كأنهم وحوش البرية وكواسر الفلاة. لقد نسوا أنهم من التراب وإلى التراب يعودون، ولكني على العهد باقي كما ربيتني وكما أوصيتني. سلام عليك يا أبتي، ولترقد روحك الطاهرة في سلام، فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شبيب تقبل الله يا أبتي. منا ومنك ومن المسلمين أجمعين. اجلسي يا بنياتي، اجلسي. عسى أن تكون الإقامة قد طابت لك هنا في الموسم. الحمد لله يا أبتي. أعرف ارتباطك بمسقط رأسك في أربيل وبآل أربيل. كلها بلاد الله وأرض الله يا أبتي. لم يكن هناك بد من ترك أربيل بعد أن تبدلت الأمور، وأنت تعرفين مدى ارتباطي بالأمير غازي. أعرف يا أبتاه، ولكني أرى الدموع في عينيك. لا عليك يا أبتاه، فإن دوام الحال من المحال. لقد أخذت عن أمك رجاحة العقل والصبر على المكاره. فرقت يا أبتاه، لقد كنت لي دائما نعم الأب ونعم الأم وكل شيء، ولكني أشعر أحيانا بعذاب الضمير. عفوا يا أبتاه. إنني أصارحك، لقد سحبت موافقتي على خطتك للأمير يوسف، ولا أعرف مدى ارتباطه بك. إنه قدرنا ولم نفر من القدر يا أبتاه. لقد اختار أن يقف مع الجانب الآخر، ولم يكن لي في الأمر بد. قد احتكم يوسف إلى صوت ضميري فأطاع. وكذلك أنا يا بنيتي احتكمت إلى صوت عقلي وواجبي، وذلك بثنا مختلفين. سامحك الله يا أبتاه. هل مولاك بالداخل؟ أجل يا سيدي. سيدي القائد، الأمير مجاهد الدين قيماس. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بالأميرة شمس. لعل الإقامة قد طابت لك في الموصل بعد أربيل ومشاكل أربيل. اسمع يا أمير مجاهد الدين، من يترك جذوره وأصالته يفقد نفسه. ما بال الأميرة شمس تتحدث إلي بهذه الحدة؟ لا عليك يا نائب الأمير،
تفضل تفضل. يا أهالي أربيل، يا أهالي أربيل، اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا، إن الأمير يوسف أمير أربيل سيسافر لمقابلة الملك صلاح الدين للاحتجاج على ما يفعله أرناط مع الأسرى من الحجاج المسلمين. هل حان وقت رحيلك يا ولدي؟ أجل يا أمي، سوف أرحل على رأس فرقة من جيش أربيل. لقد كتبت لصلاح الدين أنني ذاهب إليه، وها أنا ذا أبر بوعدي. سوف أصلي وأدعو الله القدير أن ينصرك وينصر جيش أربيل على الفريق كما فعل أبي في الرهى. إنني أتبع خطاه وأسير على نهجه. بوركت يا ولدي، لقد أنجب زين الدين أشبالا عظاما، ولكن ليتني أعرف مصير مظفر الدين، إن قلبي لا ينزف من أجله. مظفر الدين له الله يا أمه، إن رجلا في مثل سجاياه بارك الله خطاه. لا تبكي يا أمي، لقد تعلمنا منك الصبر على المكاره، في دنيا قليلة الأفراح كثيرة الأحزان. أعلم يا بني، ولكن العمر يتقدم بي وما عدت قادرة على احتمال الأحزان. تجملي بالصبر، غدا تتحسن الظروف وتنصلح الأحوال، صدقيني يا أمي. أصدقك يا يوسف. جففي دمعك إذن، وغدا تبتسم الدنيا لنا بعد طول حبوس. ها أنا ذا أجفف الدم، ولسوف أصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج. مولاي الأمير، جيش أربيل على أتم الاستعداد للتحرك تحت رايتك المنصورة إن شاء الله بعد إذنك يا مولاتي. لترعى يوسف يا ابن نافع من أجلي، إنه أميري ومولاي وفي أعز مكان من قلبي يا مولاتي. حماك الله ورعاك يا ابن نافع، وليبارك الله خطواتكم تحت راية صلاح الدين. قريبا بإذن الله تسمعين ما يبهجك ويثلج صدرك يا أم الأمراء. إلى لقاء قريب يا أم. في رعاية الله يا ولد. يبدو أنه لا مفر من قتال صلاح الدين، فحلت تقوي شوكته وتدعم ملكه، إذن فليستعد قائد الجيش. لو سمح لي مولاي ولي النعم. ماذا تريد أن تقول يا قيماز؟ قائد الجيش يا مولاي إنه ليس كفءا لقيادته. ليس كفءا، ولكنه يقود الجيش منذ زمن طويل. ونحن أيضا منذ زمن طويل لم نحرز نصرا ولم نحقق إنجازا. إذا من تعتقد أنه يصلح لقيادة جيش الموصل؟ القائد فخر الدين يا مولاي، القائد فخر الدين بلا شك. فخر الدين؟ نعم يا مولاي،
لقد أثبت ولاءه للبيت الزنكي، فضلا عن أنه من خيرة القوات وانتصاراته المتعددة لا تنسى. هل هذا رأيك؟ هذا من أجل مصلحة الوطن يا مولاي. إني أوافق على فخر الدين قائدا للجيش. ماذا حدث يا امرأة؟ ما بالك هذه الأيام لا تكفين عن العويل؟ ألم تدرك السبب بعد؟ ما عهدتك بطيء الفهم. أنا لا أفهم عما تتحدثين. هل يمكن أن تفسر لي سبب زياراتك المتكررة لمنزل القائد فخر الدين؟ له أحد كبار قادة جيش الموصل، كما أنني نائب الأمير. لا غرابة إذا حين أزوره؟ لا غرابة إذا كانت هذه الزيارات تتم في مقر الحكم، أما في البيت فهذا يعني أشياء أخرى. أشياء أخرى؟ ماذا تعنينا يا خديجة؟ مولاي الأمير قيناس، ماذا وراءك؟ مظفر الدين.